عندي خبر هيرجعك 20 سنة ورا. اللي هو؟ بتتكلمي بقى شوقتيني. عماد ماله؟ اتوقف عن العمل وهيسحبوا منه كل القضايا. حلاوتك. بس اللي أنا مستغرباه بقى، القرار ده جه بسرعة قوي كده ليه؟ أكيد مش موضوع ملفه بس، أكيد في حد وراه. إيه؟ بتضحك كده ليه؟ في حاجة عايز تقولها لي صح؟ دلوقتي المنصورة هيتصل وأنا عارف هو عايز إيه. مش بقولك؟ أيوة، عملتها إزاي؟ واللي أنت عايزه. أشوفك في المكتب. ماشي، سلام. أنت أثبتتي إن أنت صديقة مخلصة جدا. صديقة؟ صديقة إيه يا كبير؟ بص بقى، أنا اتبسطت جدا إن أنا اتعرفت عليك، ده غير إن أنا استفدت من العلاقة دي. طول عمري بقول لنفسي أي معرفة أو علاقة جديدة لو مش هتستفيدي منها يبقى بلاها. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني أنا قررت إني أبقى جزء من حياتك. إزاي؟ مش فاهم يعني. اللي أنا أعرفه إن المعدوي بيعرفها قبل ما تطير مش وهي طايرة. إيه؟ عايزة تتجوزيني؟ وليه لأ؟ أنت عارفة الفرق بيني وبينك قد إيه؟ وأنت عارف إن أنا ما بحسبهاش كده خالص. بتحبيني أظن. وأنت يدخل عليك حاجة زي دي؟ أمال إيه بقى؟ عاجبني، داخل دماغي. جميل، حلو قوي. الحقيقة بقى لو سمحتي. الحقيقة بقى يا حبيبي إن أنا قررت أعيش في البلد دي، وعشان أعيش في البلد دي لازم أبقى قوية، وعشان أبقى قوية لازم لي حاجتين اتنين، المال والسلطة. وأنا بقى قررت إن أنا أبقى معايا الاتنين، المال والسلطة. مش طمع ده ولا حاجة؟ عارف عندنا في الجريدة في صحفيين، الصحفيين دول يعني غلابة قوي، بيقعدوا يكتبوا عن الفقراء وعن الحرية والعدالة الاجتماعية. صعب عليا قوي. ليه بقى؟ لأن الجريدة عندنا لو ما جابتش إعلانات وغطت تكاليفها مش هيلاقوا يقبضوا مرتباتهم، وساعتها هيقعدوا جنب الفقراء اللي بيكتبوا عنهم. أيوة، أنا مش فاهم حاجة خالص من اللي بتقوليه ده. إحنا دلوقتي لو بطلنا نكتب عن الفقراء هنكسب منين؟ لازم نكتب عن الفقراء عشان نكسب، لو بقوا أغنياء مش هنعرف نكتب عنهم ومش هنعرف نكسب. أنا دخل إيه بقى بده كله؟ أنت يا حبيبي مؤسسة، يعني مليارات، يعني هبقى مطمنة على نفسي. أنا مش هضحك عليك وأقول لك إن أنا بحبك وأقع في غرامك والكلام ده، بس اللي أنا أقدر أكده لك إن أنا فاهمة المعدوي كويس أوي. كويس أوي، وأنا ما عنديش مانع. بس بس أنا بتجوز بفرح ورسمي ومهر وشبكة. مش عارفة إيه اللي أنا بقوله ده، مش قادرة أصدق إن أنا قاعدة مع الراجل اللي هتجوزه، بخطبه وبتفاوض معاه، مش ناقص كمان إن أنا أدفع لك المهر. بس تعرفي بقى إنك حلوة أوي ومفيدة أوي وهتتبسط معايا أوي أوي أوي. وعلى فكرة انت بفلوسك انا ممكن ابقى صاحبة اكبر جريدة فيك يا مصر، وساعتها بقى هتبقى انت اللي بتدير. هو في فرق بين الراجل ومراته؟ عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. المعدبه هو اللي عمل كده، وجلال الكلب دول ستات وبنات. قال ايه؟ انا طلبت منهم حاجات مخلة بالشرف عشان امسك القضايا بتاعتهم، تخيلوا. طب معلش ممكن تهدى بس عشان اشوف هنعمل ايه؟ ليه هعمل ايه؟ انا في مصيبة. من الواضح إن المعداوي أكبر مما كنت أتخيل. المشكلة مش في المعداوي إن هو كبير ولا صغير، المشكلة في الصغيرين ممكن ياخدوا أي ملطوش عشان يشهدوا زور. أنا في مصيبة، مصيبة كبيرة قوي. ما تقلقش، أنا متأكدة إن هي إن شاء الله كبوة وربنا هيظهر الحقيقة. وقبل ما تظهر تكون سمعتي بقت في الأرض. المشكلة إن هو فعلاً ممكن نلاقي بكرة الجرايد كلها كتبت عن الموضوع ده. بس المعداوي ما يهموش إذا كان الوقفة هيستمر ولا لأ. اللي يهمه بس ان كل الناس تتكلم والجرايد تكتب بس كده. يا ربي دي بمجرد ما الجرايد تنشر الموضوع باستفاضه هيتفضح، وحضرتك عارف الناس في بلدنا بقى فاضيه، يعني فضحت وهتبقى الجلاجل، وسمعته اللي قاعد يبنيها في سنين هتتهد في يوم واحد. انا ما كنتش اعرف انك شيطان. أنا مرضيتش أقول لحضرتك على اللي في دماغي قبل ما يتحقق،
عشان ما تقولش عليا بتاع كلامه بس. والمطلوب بقى زي ما حضرتك بقى شايف وتحب. شوف بقى حضرتك، دفعت في ملف مسروق 200,000، هتدي كام بقى للي جاب لك قرار وقفه؟ أنا تحت أمرك في اللي أنت عايزه. شوف حضرتك، أنا هنزل من هنا أروح لرجاء أقول لها على كل حاجة بالتمام والكمال. ما هي لازم تعرف اللي هتكتبه إيه بالظبط. أستأذن أنا بقى. اتفضل اتفضل.